هاي مشاهدينا متابعين مع سوبارو ويك وما احدث طرازات الشركه اليابانيه العريقه بعالم السيارات. واليوم طراز بتعرفوه كتير منيح رح نشوفه سوا، طراز هو يمكن المعروف اكثر شيء بالشركه اليابانيه. اليوم معنا مسيو تيد مراد. هاي تيد، كيفك جورج؟ من نوتو ستارز، انتو حضرتكم وكلاء سوبارو بلبنان. مزبوط 100%. اليوم رح نتعرف معك على الامبريزا، وهي اكيد مثل ما ذكرنا السياره الاشهر يمكن بشركه سوبارو. مزبوط، هيدي السوبارو الامبريزا انتو اكيد سمعين باسم امبريزا، لانه هيدي السياره هي السياره اللي كانت تشترك بالراليات وبعدها عم تشترك بالراليات وتربح كمان، وهلا مستعملين التكنولوجي تبع الرالي وحطينا بهيدي السياره اللي عم نشوفها. يعني استفادت سوبارو من خبرتها الكبيره بعالم الراليات وحطتها بالسياره ليكون الشخص اللي عم يشتري هالسياره راضي تماما عن الكونفيدو رود تبعها وعن كل الخبره اللي اكتسبتها سوبارو وحطتها بهالامبريزا اللي معنا اليوم. كمان بدنا نحكي عن ديزاين السياره، حلو كثير اللي عم تشوفه، اخذ البيست ديزاين اوورد كمان السياره، شكلها كثير حلو مثل ما عم تشوفوا هلا. وهلا بدنا نشوف بس فيديو صغير نعم بيفسرنا عن الهيستوري تبع السوبارو وكيف تطورت السوبارو. يلا I like driving. I like driving. I love driving. I love driving. It's my partner. It's exciting. I was so moved. Safety. Driving pleasure. Safe car. Performance and power. Eco-friendly. Elegant design. Freedom to do what I want. Passionate. Enjoy. Fun. تادي اللي عم بيميز هالامبريزا وكل طرازات سوبارو مثل ما عم تشوف بهالاسبوع هيدا هو السيمتريكال اول وي درايف، اضافه كمان للبوكسر انجن. خبرنا اكثر عنه. مزبوط، اللي بيميز هيدي السياره عن هيدوليك السيارات انه هي سياره سيدان وبذات الوقت سيمتريكال اول وي درايف وبوكسر انجن. نعم. هلا سيمتريكال اول ويل درايف مش يعني اول ويل درايف ولا فور ويل درايف. سيمتريكال اول ويل درايف بيعطيك بالانس اكثر، بيعطيك ستابيليتي اكثر يعني، وما بتعطي الهم يعني ابدا. بترجع للسيفتي اللي عم تركز عليها سوبارو دائما بكل طرازاتها. مزبوط، هيدي بنسميها اكتف سيفتي. نعم. يعني كل شيء ما يصير حادث يعني. بينما البوكسر انجن كمان محطوط بطريقه سيمتريكال كمان بالنص وفيه داون فورس منيحه. البوكسر انجن هو الهوريزونتالي اوبوزد انجن اللي كمان بيساعدنا نوطي السنتر اوف جرافيتي. نعم. هلا البوكسر انجن بيعطينا بيرفورمانس، بيعطينا توفير بنزين كمان وستابيليتي اكيد. رح تشوف السياره من الداخل بهالوقت لكمان نتعرف اكثر عن الاوبشنز الموجودين فيها. وكمان الحلو عندنا البادل شيفت. مزبوط، عندنا البادل شيفت هون عم نشوفهم على القيدون، الست فيتاس بيساعدونا انه بس نحن عم نسوق ما بنعطي الهم يعني نشيل ايدنا على القيدون تنغير فيتاس يعني. وهذا سيستم رياضي بطبيعه الحال، بما انه السياره كمان رغم انه هي سيدان بس بالنهايه اسمها امبريزا، وامبريزا يعني رياضي يعني رالي. مزبوط، هلا الفيتاس هون لينير كونيك، هيدي موجوده بس عند سوبارو. نعم، يعني ما بنحس بالغيارات، يعني الغيارات كثير سموث والشيء بخفف مصروف البنزين بطبيعه الحال اذا تكون سلسله عمليه انتقال الفيتاس من شيفت لاخر بخفف من مصروف الوقود بطبيعه الحال. عم تشوف كمان الانظمه الثانيه. إيه عندنا كمان. مزبوط، هلا نحن ما بدنا نعلق كثير على الاوبشنز تبع السياره. نعم، بدنا نعلق اكثر نحن على السيفتي لانه سوبارو بيهمنا اكثر شيء نحن السيفتي. هلا الاكتيف سيفتي حكينا عنها، بدنا نحكي عن الباسيف سيفتي كمان. بالباسيف سيفتي لا سمح الله اذا صار حادث صار شيء في عندنا الكيج تبع السياره. نعم، بتتوزع الضربه على كل السياره تما يتاذى القاعد جوا. بقى في كمان الفيكل داينامكس كنترول اللي بخليها للسياره تضلها ثابته، تضلها على التراجكتوار اللي نحن اللي بدنا اياها. يعني مش معقول تزحف السياره. فيديو كمان بحلقه
انه كيف عمليه دخول المنعطف بتكون بطريقه كثير جيده ما بتطلع عن مسارها الاساسي على الطريق. مزبوط، هذا اللي عم بحكيك عنه الستابيليتي اللي بنحسها نحن بس عم نسوق السياره. ابدا ما بنعطي الهم تزحت، ما بنعطي الهم ابدا يصير شيء، وكمان من ناحيه السيرفيس سنتر ما بنعطي الهم المينتيننس. نعم، لانه اذا بتجوا بتشوفوا السيرفيس سنتر عندنا بتقعدوا بالاي سي وعم تشربوا قهوه. منطقه بنهر الموت. بنهر الموت. عم تشربوا قهوة وقاعدين بالاي سي وعم تشوف السيارة قدامك عم بيهتموا فيها. سعر السيارة اليوم معنا الامبريتزا سعرة 24.900. نعم، اكسكلودينج تي في اوت جيل مثل ما عم تشوفوا على الشاشة هلا. بس انا بنصحكم انه هلا تقطعوا على الشوروم تبعيتنا تست درايف، واكيد في تست درايف تتحسوا بس شو نحن عم نحس بس نسوق هيدي السوبارو، بس كل واحد عنده سوبارو شو عم بحس. وتيك ادفانتج اوف ذا جابانيز جنريت هلا لانه مخفضين الاسعار كثير، واستفيدوا من هالاوفرات اللي عم نعملها. شكرا تاد على كل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم. مشاهدينا ويلرز.com.lb مثل العاده كل سياره اوتو فوكس بنشوف عليها. يلا بكم.